بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الإعداد، إن شاء الله النهاردة هنتناول امتحان محافظة القاهرة 2020 من ضمن حلقات المراجعة. لو جينا نتناول أو نبدأ بالسؤال الأول، نمبر 1، finish the following dialogue. طبعا لابد نقرأ رأس السؤال كويس عشان ممكن يكون عندنا في إجابة لجزئية معينة من أجزاء الديالوج، وبعدين نقرأ الديالوج بالكامل ونبدأ نحل. أحمد and حازم are talking about sports. بقول له good morning, can I ask you some question? قال له space my favorite sport is weightlifting builds the muscles. I can lift from 40 to 50 kilograms. What about you? Space great. Swimming is also useful for building the body. Number 1. Good morning. Can I ask you some questions? طبعا هنا ده سؤال وعايز الإجابة، أو ممكن جايب للإجابة وهنكون عليها سؤال. لو جينا نبص عندنا number 1. Can I ask you some questions؟ ممكن يقول له إيه؟ Sure. يعني بالتأكيد ممكن يقول له okay. Sure. ممكن اقول له اوكي يعني بالطبع. ممكن نقول yes you can، يعني من نفس السؤال المطروح قدامنا، yes you can، yes you can. طبعا السؤال او الاجابة عندنا من نفس سؤال can I ask you, yes you can. قال له space، قال له سؤال تاني، قال له my favorite sport is weightlifting. لو حذفنا weightlifting هنسأل عنها بآلة الاستفهام ايه؟ هنسأل عليها بوات، لانها غير عاقل. بما انها غير عاقل نقول عليها وات، لانها لو مكان هنقول وير، لو زمن هنقول وين، لو شخص أو شخص عاقل نقول هو، ولكن غير عاقل نحط وات. حذفنا ويت ليفتنج لأن سألنا على إيه. اتفضل لي ماي فيفورت سبورت إز، هنكتبها نقول إيه؟ أداة الاستفهام وراء الفعل المساعد. مين الفعل المساعد عندي؟ إز، يبقى وات إز. وطبعا ماي بتتحول في السؤال إلى يور، يبقى واتس يور فيفورت سبورت من نفس الايه، من نفس السؤال. What's your favorite sport? My favorite sport is weightlifting. Weightlifting builds the muscles. وطرح سؤال تاني، قال له I can lift from 40 to 50 kilograms. لو عايز اكون عليه سؤال I can lift from، طبعا النمبرز الارقام بنسأل عنها بهاو ميني، الارقام بنسأل عنها بايه؟ بهاو ميني، يعني كم عدد. يبقى هاو many. طيب عايز اجيب الكلمة اللي بنسأل عنها اللي بتبقى بعد الرقم، how many ايه؟ طبعا هنا بقول لي 40 to 50 kilograms، يبقى how many kilograms. طبعا من نفس السؤال I can lift، هتبقى ايه؟ can you lift، can you lift. هنبدل الفعل المساعد مع الفعل، can you lift، يبقى again how many kilograms can you lift. رجع قال له what about you، ماذا عنك؟ طبعا قال له اجب اجابة، وقال له great، عظيم. swimming is also useful for building the body. يبقى مفروض يقول له I like swimming، او my favorite sport is swimming، او I ابسط اجابة I like swimming، او ممكن يقول له I like swimming أو my favorite sport is swimming. طبعا أي إجابة تنفع. نيجي عندنا question number 2. Write what would you say in each of the following situations. You are asked to go out with your friend, refuse politely giving the reason. طبعا you are asked، طبعا هنا أنا مش بسأل ولكن أنا سئلت، يعني توجه لي سؤال وأنا هعمل answer. You are asked يعني أنت إن سألت. You are asked to go out with your friend، يعني طلب منك ان انت تذهب للخارج مع صديقك. Refuse politely، ارفض بأدب.
طبعا، او باسلوب مهذب giving the reason مع اعطاء السبب. طبعا دي واخدينها في الوحده الاخيره لقبول الدعوه ورفضها، بنقول ايه ابسط اجابه خالص I'd love to. I'd I'd love to but I am busy. I'd love to but I am busy. يعني أنا آسف أو أود ذلك ولكن مشغول. يبقى أنا رفضته بأسلوب مهذب بسيط. I'd love to but I am busy. Your sister looks worried. أختك يبدو أن هي مرهقة أو تعبانة. You ask her for the reason. بتسألها عن السبب. طبعا what's wrong أو what's the matter. يبقى ممكن أقول what's wrong. ممكن أقول what's wrong أو what's the matter. يبقى ممكن أقول what's wrong أو what's the matter. Your friend asks your advice because he is going to pass a test. صديقك بيطلب منك النصيحة because he is going لأنه على وشك إن هو يجتاز امتحان. أقول له إيه؟ طبعا أبسط أسلوب النصيحة you should. You should study hard. You should study hard for the exams أو you should study hard. يبقى عندنا you should study hard. يبقى again في المواقف لقبول دعوة بأسلوب مهذب ورفضها. لو أنا بقبلها I'd love to. لو أنا برفضها I'd love to but I am busy. لكن أنا مشغول. طبعا السؤال what's wrong or what's the matter. طبعا for giving advice أبسط أسلوب الأدفايس you should. You should study hard for example في المثال اللي معنا. بالنسبة لقطعة الريدنج لابد ان احنا نقرأ القطعة كويس ونفهمها عشان for the answer. For example هنا عندنا pie skills are important for both young people and grown ups. طبعا القطعة بتتكلم عن الباي سكيلز اللي هي الدرجات. طبعا بيقول لنا ان هي مهمة للكبار والصغار. People use them to go from one place to another. الناس بيستخدموها to go from one place to another للتنقل من مكان الى اخر. They use them for fun بيستخدموها للمرح and for work للعمل. The history of the bicycle is interesting. تاريخها شيق. In 1818 the bicycle had no pedals. في 1880 ما كان لهاش اللي هو البيدلز. طبعا اللي هو the bicycle had no pedals. قلنا بيدلز اللي هو المقصود بيها الدواسات يعني. The pedals were added وطبعا انضافت او اضيفت اليها in 1839. They made the bicycle move faster than the old ones. طبعا ساعدت الدراجة عن انها تتحرك بسرعة. By 19 most of the bicycle parts معظم اجزاء السيارات او الدراجات that we know today were developed يعني تطورت. By 19 يعني مفروض هنا by 19 يعني بحلول عام 1900 أو بالفترة الزمنية المقصود بها by 19. Cycling is now an exciting sport and a means of transport. أصبحت exciting يعني مثيرة. Using the bicycle to go to school or work is a clean win يعني طريقة نظيفة of moving around للتحرك. The bicycle doesn't use petrol. لا تستخدم طبعا البنزين. So it keeps the air clean. عشان كده بتحافظ على البيئة أو بتحافظ على الهواء. It doesn't need a big place to park. في نفس الوقت مش محتاجة مكان كبير to park إن أنت تركنها. This is why a lot of people in crowded cities في المدن المزدحمة prefer riding bicycles أو them يعني بيفضلوا ركوبها. نيجي عندنا number one. How do you think the bicycle can help the environment? إزاي دي بتساعد أو الدراجات بتساعد البيئة؟ طبعا عندنا في الباسج بيقول لنا إيه the bicycle doesn't use petrol so it keeps the air clean. يبقى مفروض الإجابة يبقى as لأنها it doesn't use petrol so it keeps so it keeps the air clean عشان كده بتحافظ على نظافة الهواء. Why do people in crowded cities prefer riding bicycle؟ ليه الناس بيفضلوها في الأماكن المزدحمة؟ It doesn't need a big place to park لأنها as it doesn't need لأنها لا تحتاج ل big place to park. يبقى نقول as it doesn't need a big place to park. What do people use the bicycle for؟ الناس بيستخدموها في ايه؟ طبعا هنا بيقول لنا to move around. People use them to go from one place to another.
أو ممكن يقولنا using them أو to go to school or work is a clean way. يبقى ممكن نقول الإجابة الأولى people use them to go from one place to another. طبعا بيقول لنا هنا the underline words by 19 mean in 19 في عام 1900 ولا before قبلها ولا after بعدها ولا at 19. طبعا المفروض الإجابة الصحيحة at 19 means at this time يعني في هذه الفترة. The underlined pronoun they refers to طبعا they هنا بتعود على ايه؟ نرجع لسؤال الباسج. They made the bicycles move faster طبعا بقولنا the pedals اللي هو الدواسات يبقى the pedals move make them faster يبقى مقصود بها مين؟ البيدلز اللي هو الدواسات letter D. بالنسبة لل عندنا match colon A with colon B square Jordan طبعا عندنا both black beauty from square Jordan was a tall horse with a sad face had a white star on his head lived in Birtwick Park was John Manley's helper. طبعا مفروض الانسر عندنا number one square Jordan طبعا بقولنا lived in Birtwick Park الشخص ده اللي هو بيعيش في بيرتويك بارك يبقى letter D. Early Smythe ده طبعا هو مين ده Early Smythe قال لنا both Black Beauty from Square Jordan اللي هو اشترى Black Beauty من Square Jordan يبقى letter A. Joe Green طبعا Joe Green هنا عندنا قال لنا was John Manley's helper كان المساعد بتاع مين بتاع John Manley يبقى عندنا letter E. Ginger قال لنا was a tall horse with a sad face يبقى عندنا letter A letter B. بالنسبة لي thinking questions أسئلة تفكيرية طبعا ده معتمد على تفكير كل واحد فينا. Do you think John was right to be angry with Joe Green هل جون كان على حق لما غضب من جو جرين after Black Beauty became ill لما Black Beauty أصبح مريض why and why not لو احنا جينا نقول yes تقول yes لي ولو no لي طبعا المفروض ان احنا نقول no لان طبعا كان جو جرين مازال لسه ايه صغير يبقى no as he was still young مازال صغير and didn't no ولا يعرف what to do. طبعا لان مثلا جو جرين مازال كان صغير and didn't know what to do وما كانش يعرف يتعامل او ما كانش عارف ان ده يتعامل معاه ازاي. Why do you think that the horses wanted to stay in the stables although there was a fire ليه كانت الهورسز بتفضل انها stay in the stables although there was a fire بالرغم ان في fire because they were frightened and worried يبقى as they felt frightened and worried لأن طبعا بيشعروا بالخوف و worried اللي هو القلق. يبقى they felt frightened and worried. نيجي عندنا للسؤال choose the correct answer from A, B, C or D. Number one on my friend's birthday I sent him a present طبعا المفعولين او الفعل المتعدي بيجي مفعول اول ومفعول تاني طبعا اللي بيبقى العاقل مفعول عاقل ومفعول غير عاقل فعندنا مين عندنا المفعول يبقى عندنا المفعول هيبقى him لان هو ده المفعول او ضمير مفعول لكن طبعا ده ضمير فاعل وده ضمير ملكية وهي is ده اللي هو هي والفعل is. Our teacher asked us to write a piece of our visit to the temple to write a description يعني description يعني نعمل وصف أو نكتب وصف عن الرحلة يبقى to write a description of our visit to the temple لكن عندنا title عنوان character شخصية conclusion اللي هي خاتمة اللي احنا نعمل ايه وصف يبقى write a description. سماح has a very loud space I can hear him clearly. سامح has a very loud voice صوت الإنسان بنقول عليه إيه voice لكن صوت الأشياء sound طبعا face الوجه
جراف اللي هو الرسم البياني. It was difficult to speed the car because of the rain. طبعا it was difficult to control. control يعني ايه؟ يعني يتحكم في السيارة because of the rain، بسبب سقوط الأمطار أو بسبب المطر. طبعا سكور يحرز وبالانس يوازن وهد، يبقى it was difficult to balance the car، يوازن السيارة، ولا control طبعا control يعني يتحكم فيها. To hold up a tent you can use balls. balls يعني ايه؟ يعني أعمدة. عشان نقيم خيمة لابد ان احنا او احنا محتاجين لمين؟ للبولز اللي هي الأعمدة. signs طبعا اللي هي الإشارات. customs اللي هي الملابس. costumes. floats اللي هو المزمار. Alice caution cousin is studying. Alice cousin is studying space at university. studying بيدرس. engineers اللي هو المهندسين. engine اللي هو المحرك أو الموتور. engineer مهندس. engineering اللي هي الهندسة. طبعا هو بيدرس هندسة، يبقى letter D. the boys couldn't finish the lesson yesterday. عايزين ندخل على الجملة able، طبعا هنا نشيل couldn't ونحط مكانها wasn't أو weren't able. يبقى طب the boys تاخد wasn't ولا weren't؟ هتاخد طبعا weren't. يبقى مفروض أقول the boys weren't able to finish the lesson yesterday. the lesson the boys weren't able to finish the lesson yesterday. طبعا دي number one. The secretary didn't write the letter last week. طبعا هنبدأ بـ the letter. the letter اللي هو مين؟ اللي هو المفعول. يبقى نقول ايه؟ طبعا المفعول يبقى مبني للمجهول. يبقى نقول المبني للمجهول أساسه قلنا ركنين، المفعول غير عاقل، verb to be في زمن الجملة، والتصريف الثالث. طبعا احنا عندنا الجملة past، يبقى عندنا يبقى wasn't أو weren't. لو قلنا the letter، طب يا ترى the letter عشان هي باست هياخد wasn't، هياخد wasn't ولا weren't؟ طبعا هياخد wasn't، لان الليتر مفرد يبقى ياخد wasn't. يبقى the letter wasn't، والتصريف الثالث من الفعل الاساسي اللي هو write، هي بايه؟ written. ممكن اقول last week او by the secretary last week. ممكن اقول by the secretary. The letter wasn't written by the secretary last week. أحمد went to Suez. He stayed there for 3 days. أحمد went to Suez. يعني ذهب للسويس. He went there. He stayed there. هنقولنا لما نيجي نربط جملتين باستخدام ضمير الوصل بنطبق 3 خطوات. عندنا كلمة في الجملة الثانية أو نبحث عن كلمة في الجملة الثانية بتعود على الجملة الأولى. فلو جينا نبحث عن مين؟ عن حاجة بتعود على اللي هي كلمة زير. طبعا هنا زير بتعود على سويس. يبقى أحمد went to Suez. He stayed there. there هنا بتعود على سويس. هنحذف مين؟ هنحذف زير. يبقى أول حاجة هنحذف زير وهنحط مكانها مين؟ وهنحط which في بداية الجملة مين؟ في بداية الجملة التانية where. وبعدين نشيل الجملة نحطها بعد the series. أصبحت الجملة عندنا أحمد went to series where he stayed for 3 days. أحمد went to Suez where he stayed for 3 days. يبقى حذفنا زير وحطنا مكانها where في بداية الجملة الثانية، وشيلنا الجملة حطها بعد الكلمة أو بعد الكلمة اللي بيعود عليها في الجملة مين؟ الأولى. بعد كده بقول لنا write an email of about 108 words on the following، عن الموضوع التالي. what you have to do and don't have to do every day at school. الأشياء اللي يجب أن أنت تعملها أو لا يجب أن أنت تعملها at سكول، في المدرسة. طبعا بقولنا your name is Nora and your email address. فطبعا بنبدأ بكلمة مين؟ بتو. طبعا الايميل بتاعته والمرسل. and your friend's name هاني and his email. فطبعا هنا نكتب مين؟ ايميل الفريند. يبقى تو الى هاني yahoo.com. طبعا دي اول خطوة. الخطوة التانية نكتب مين؟ ايميل اللي هو المرسل.
اللي هو مين from، طبعا ايميل اللي هو noor@gmail.com. طبعا ده بالنسبة للايميل. بعد كده بنبدأ بالسبجكت، الموضوع بتاعي subject. بنتكلم عن ايه؟ what you have، تبقى what I have to do. what you بتتحول الى I، يبقى what I have to do and don't have to do and don't. طبعا بنبدأ بكلمة there. there يعني زميلي او عزيزي. there واللي هو المرسل اليه اللي هو مين؟ طبعا اللي هو هاني. ونحط كومة ونبدأ. مين يقول بقى المقدمة؟ طبعا دي المقدمة مي. I am happy to send you this email. How are you and. وبعدين كلمة yours واسم الشخص وننهي الايميل بتاعنا و او اللي هو ايميل المرسل، او نكتب اسم المرسل اللي هو طبعا نور وننهي الايميل بتاعنا. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.